حساسية المسلسلات من جديد، في حساسية كده باتجاه كل ما يمكن انه يثار في المسلسلات. قبل كده قلنا لكم حساسية مهن، حساسية مناطق، في ايضا حساسيات دينية. يعني هل هو فهم صحيح ولا فهم خاطئ؟ ده اللي احنا هنحاول نفهمه في مشهد في مسلسل أرض جو للفنانة غادة عبد الرازق. بعض الأقباط قالوا إن المشهد فيه إهانة للإنجيل، لأنها ماسكة كتاب إنجيل باللغة الإنجليزية بتضع فيه أموالا وبعد كده بتضع قدمها عليه. هل ده صحيح ولا لا؟ معايا الأستاذ محمد جمعة، مخرج مسلسل أرض جو. أستاذ محمد أهلا بيك. كل سنة طيب. كل سنة وانت طيب أستاذ محمد. خلينا نسمع الأستاذ كرم غبريال المحامي. أستاذ كرم أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل. الحقيقة قبل ما نتكلم عن الموضوع ده والأستاذ أيمن عطية المحامي معايا أيضا، خلينا نشوف المشهد أستاذ كرم وبعد كده أسمعك. يعني طيب استاذ كرم غبريال، تعاملتوا مع المشهد ليه؟ لماذا تعاملتوا معه لانه اهانه للانجيل؟ اتفضل. حضرتك اولا انا بعزي اهالي شهداء كمين النهارده في المعادي، ضباط شرطه وجنود صف الشرطه، بعزي اهاليهم لاستشهادهم على يد الارهاب الخسيس الغادر. الاجابه بتاعت السؤال بتاع حضرتك، حضرتك اتذكر بمنتهى الالم والمراره اثناء مرافعه الشيخ المتهم في قضيه الازدراء لما ولع الكتاب المقدس وحرق الكتاب المقدس عند السفاره الامريكيه الشيخ ابو اسلام، على مدار جميع جلسات الدفاع في المحكمه وقبل جلسات المحكمه كان تشدق هو ودفاعه في نيابه امن الدوله العليا، واعترف اعتراف تفصيلي وقال انا اللي حرقته ليس الانجيل المصري الذي يخاطب المسيحيين المصريين، بل انا حرقت البايبل الخاص بالمسيحيين الاجانب. محاوله منه للافلات من العقاب، ولكن هذا الدفاع العقيم لم يستطيع ان يدخل، وخد 5 سنوات سجن، والمحكمه حكمت عليه ب 11 سنه سجن في محكمه اول درجه، تم تخفيضهم الى 5 سنوات. فهنا القضاء اذا تم تحريك الدعوه الجنائيه ضد هذه الممثله او الفنانه التي يطلق عليها ملكه الاغراء في مصر، فلا بد ان تعامل معامله المتهم الشيخ ابو اسلام في جريمه ازدراء دين، لان الجريمه واضحه ومكتمله الاركان. يعني انت عايز تعامل غادة عبد الرازق معامله الشيخ ابو اسلام اللي حكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمه حرق الانجيل؟ انه نفس الفعل يا استاذ وائل، نفس الفعل ونفس الجريمه. هي بقى قصده، هي مش قصده الركن الجنائي القانوني يا استاذ وائل، كما تعلمنا في الجامعات المصريه القانون المصري لا يعاقب على النيه. هي تعلم اتعلم في نيتها الاضرار بالمسيحيين او الاهانه بالمسيحيين او ليس في نيتها، في النهايه المشاهد للمنتج النهائي واركان الجريمه تحققت. وبعدين المسيحيين المصريين يا استاذ وائل لقد طفح الكيل، يعني احنا بتتفجر كنايس وشيوخ فتنه تطلع تقول دينا ديانه فاسده، وبنبلغ النائب العام وبنقيم دعاوي ولا حياه لمن تنائي. مش ناقصه كمان واحده زي دي ملقبه ومعروفه ومشهور عنها انها ملكه الاغراء في مصر؟ لا، يعني الاقباط بهذا يعني الشكل. خلينا في الفعل بقى، سواء من قام به
يعني يعني أي شخصية أو فنان أو وزير أو مسؤول، يعني هنا أنت بتقول الفعل في حد ذاته. طب هل تأكدت إن ده الإنجيل؟ هل تأكدت؟ ما هو مكتوب يا سيدي الفاضل، ما هو مكتوب بايبل، ومش اللي يتحاكم غدا بس، كل فريق العمل. طيب أنا أسأل الأستاذ محمد جمعة المخرج، أستاذ محمد لأنه المخرج في النهاية هو المسؤول عن صناعة العمل الفني كمنتج نهائي يعني. أستاذ محمد، هل اللي قاله الأستاذ كرم ده صحيح؟ هل في إساءة للإنجيل هنا زي ما قال؟ أيوه أنا سمعت كل حضرتك اللي قلتوه كله، بس حضرتك كل سنه وانت طيب، اولا استاذ كرم ده كل سنه طيبين، معوني بس دقيقه عشان الموضوع ده كوميدي. ليه بقى؟ الكتاب مكتوب عليه هارد وير بايبل. هارد وير بايبل ده كتاب برمجه كمبيوتر. كلمه بايبل بتستخدم ككلمه مرجع، يعني في حاجه اسمها ايه؟ ميديكال بايبل، في حاجه اسمها تي في بروجرام بايبل. الكلمه دي هنا مقصود بيها كلمه مرجع. الكتاب ده كتاب سوفت وير، هارد وير بتاع كمبيوتر. اللقطه عندك وارجع لها، هارد وير بايبل. فانت لو عايز ترجع على دعوه، ارجع على الثقافه اللي بتسمي الثقافه الغربيه كلها اللي بتقدر اللي بتسمي كلمه بايبل بكلمه مرجع. فالكتاب ما فيش لا علاقه بالانجيل ولا له علاقه بالبايبل بتاع الشيخ اللي الراجل اتكلم عنه ده اللي اتحاكم، ولا له علاقه باي كلام ده. طبعا موضوع غدا وعبد الرازق ونجمه الغاء والكلام ده مش هرد عليه، انا الاستاذ بس اللي بيقول بنسيء وبتاع. انا عايز اقول بس حاجه يا جماعه، التعليم في مصر هو المشكله. التعليم والله العظيم كل الليله دي مشكله التعليم، واحنا بنضيع وقتنا وبنضيع وقت الناس وبنتكلم على، بقول لك كتاب اسمه هارد وير بايبل، كتاب كمبيوتر في كليه الهندسه بيدرس وفي كليات ثانيه بيدرس، واي حد بيدرس كمبيوتر بياخده. هل معنى كده مثلا لو واحد من الناس دي خطوه على وقعه على الارض ولا حاجه نحارب الراجل ده ونحاسبه على تهمه استثناء الاجازه؟ لا هو كده مش كده، ما يعني كده مش كتاب انجيل يعني. هنا استاذ كرم يعني هنا زي ما بقول لك استاذ محمد، او مش تتاكد الكتاب ايه يعني. هاردوير بايبل ده متعلق بالبرمجة والكمبيوتر يعني، ملوش علاقة، مش انجيل يا استاذ كرم. ايوه فندم، سامع حضرتك يا استاذ. ده تفسير الاستاذ محمد، ده كلام الاستاذ محمد جمعة، بس عشان الراجل بيقول المشكلة في التعليم ان الناس مش متعلمة كويس فبتخبط يعني. والله مش المشكلة في التعليم، انا شايف ان المشكلة في الخلط يعني. كل يعني انا مش فاهم ايه مشكله لقطه في واحده بتمثل او الفنان اللي معاها داخل ماسك كاس وبتطوح ايه يعني. يعني اذا كان حتى فرضا جدلا، مع احترامي العظيم للاخ اللي بيتكلم وبيتكلم عن التعليم، انا هنزل الى هذا المستوى الفكري والى هذا المستوى اللغوي فرضا ان هو كتاب كمبيوتر، ليه يعني يظهر قوي قوي كلمه بايبل ويعمل بلبله عند الناس؟ ما هو برضه اللي عمل خلط. ما هو الكتاب كله ظاهر، هات لنا المشهد في ايديه. ما الكتاب في ايديه، مش ده الكتاب في ايديه؟ ليه مركز على كلمه بايبل؟ ما هو الكتاب يعني كله يعني. طلع يا استاذ كرم اهوت، كله اللي هيبص على الكتاب كده ده كتاب برمجه كمبيوتر. الراجل بيقول لك بقى حاسبه بقى على استخدام بايبل كمرجع في اللغه الانجليزيه يعني، روح بقى يعني. انا مش عايز بس يبقى عندنا هذه الحساسيه المفتعلة يا أستاذ كرم يعني. لو في مشكلة نعم، مفيش حد هيبقى هيقبل أبدا الإساءة للأديان يعني. أستاذ وائل اسمح لي أرد، إحنا ما عندناش حساسية، ولكن حتى لو عندنا حساسية من حقنا يبقى عندنا حساسية، عشان الشيوخ بتقول ديانة فاسدة، والشيوخ بتقول اقتلوهم، والشيوخ بتقول ما تعيدوش عليهم. ما إحنا دخلنا بقى، شفت أنت بقى بتستخدم قضية وهمية يا أستاذ كرم. خلينا نستخدم قضية حقيقية يعني. يعني حينما قال الشيخ سالم عبد الجليل هذا الكلام كنا أمام قضية حقيقية، إنما يعني مشهد المخرج قال لك يا جماعة ده كتاب ترجمته كذا كذا، ببساطة شديدة نقول خلاص يا جماعة أخطأنا وبنعتذر حتى شجاعة اعتذار يعني، لأنه أنتوا اتهمتوا الناس بأنها لازم تدخل السجن، خلاص المسألة محسومة يعني. محسومة يعني لازم كلمة بايبل يعني. لو الكتاب ده مكتوب فيه بدل كلمة بايبل دي كلمة القرآن مترجمة إلى لغة إنجليزية أو لغة يونانية، كان الموضوع يمر مرور الكرام، ولا هي علشان جات عند الإنجيل بقى خلاص بقى نتكلم في الثقافة؟ يا أستاذ كرم، ليه حساسية المقارنة بهذا الشكل يا جماعة؟ أستاذ محمد جمعة، أسمع منك تعليق على كلام الأستاذ كرم، اتفضل. أنا بس عايز أقول حاجة كمان للأستاذ كرم، إن مدير التصوير في العمل الأستاذ وائل خلف ده مسيحي، أخ مسيحي، يعني هو اللي حاطط عينه في الكاميرا وبيصور مسيحي،
والاربعه وثلاثه مصورين من المصورين اللي معانا مسيحيين. فيا جماعه عمر الناس دي معاكين دينها، والموضوع الموضوع كله فعلا كوميدي. يعني موضوع ويرد ان احنا نقول على مصطلح هو اسمه المرجع، مش في كتاب اسمه الجامع في اللغه؟ هل ده معناه انه الجامع اللي بنروح نصلي فيه؟ يعني هي دي مصطلحات في الترجمه بقى. انا ما عنديش يعني يعني لو الاستاذ يعني هو مش متعمد يجيب بايبل كلمه كده علشان عشان هي شبيهه بالانجيل يعني يا استاذ كرم كده، لانه كتاب كمبيوتر يعني برمجه واضحه اهو. يا استاذ وائل الكتب ماليه الدنيا، لماذا الكلمه اللي فيها بايبل يركز عليها ولا يقول لي المصور؟ ما هو مش معناها هنا، مش معناها هنا انجيل يا يعني نحاسب اللغه الانجليزيه ولا نحاسب مين يا استاذ كرم؟ ما يعديش شهر رمضان ابدا غير ما يبقى فيه اساءه وجرح للاباط في كل رمضان. انا تاني بقى خلينا ننطلق من قضيه حقيقيه. القضايا الحقيقيه ما احنا معاك فيها، هو حد قال لك انه انما مش عايز تبقى فيه قضيه وهميه مختلقه؟ معايا فيها، احنا مقدمين بلاغات ضد الشيخ لان هو حرض على جريمه المنيا. ايه اللي تم فيها؟ كل ما يعني شوف بقى الناس كده مش هتقتنع. هنا انت بتنطلق من قضية وهمية للحديث عن قضايا حقيقية. ما تخلينا الأول نفصل القضية الوهمية دي، لأنك أنت كده يعني عايز تقول إن دي كمان بجملة ما يتعرض له الأقباط في مصر، والقضية مش كده. خلينا نتكلم عن القضية الوهمية، لأنه كمان أنا مش عاوز افتعال قضايا. ما هو هنا نبقى بنفتعل قضايا يعني. أستاذ محمد لو عندك تعليق أخير اتفضل. انا بتشكر ليك والله، واحب وانا بس بقول للاستاذ والله ان احنا الاقباط بنحترمهم، وبقول لك انا نص تيم العمل في ارض جو كلهم اخوه مسيحيين وبيبقوا معانا، واحنا بنصور الايام دي من الحلقه الاخيره في رمضان اهو معانا، والناس بتقعد معاهم، ويعني ما فيش اي نوع من انواع الحاجات دي. انا اتمنى بس الناس دي تضيع وقتها في حاجه مفيده، لان والله عندنا حاجات كثيره جدا نتكلم فيها. بشكرك استاذ محمد. قبل ما اشكرك استاذ كرم، في الاستاذ ايمن عطيه المحامي. استاذ ايمن اهلا بيك. اهلا استاذ. استاذ ايمن، هل انت موافق على اثاره القضايا بهذا الشكل ولا احنا امام افتعال قضايا؟ والله الواحد حزين ان المجتمع تحول في معظمه الى شويه الى محتسبين وهيئه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، والناس بقت قاعده او شبيه او حدث. امشي بالتليفون شوية يا استاذ ايمن، امشي بالتليفون. بقول لحضرتك عايزين ان المجتمع اول لمجموعة من المحتاجين. طب نكلمك تاني. طيب استاذ كرم، الاستاذ ايمن شايف انه ده نوع من قضايا الحسبة، اللي هي البعض بيعتقد نفسه أو ينصب نفسه مدافعا عن المسيحية نيابة عن المسيحيين يعني. والله يا أستاذ وائل حضرتك سألتني سؤال أنا جاوبته، وجاوبته بمنتهى الأمانة وبمنتهى المهنية. أنا شايف إن دي جريمة مكتملة أركان. يعني وفي نفس الوقت أنا بسأل حضرتك، لو هذا الكتاب، اللي الفنانة وضعت رجلها قدمها عليه، لو هذا الكتاب حديث شريف او مصحف كريم مترجم، محدش هيقبل. امال اشمعنى لما احنا ما نقبلش بينا؟ ما هو مش انجيل يا استاذ كرم، ما هو مش انجيل يا سيدي، ده كتاب برمجه الكترونيه. طب ممكن اسالك سؤال بما انك اعلامي واعلامي كبير؟ اتفضل. لو اتحذف هذا المشهد من المسلسل هيخل بالمسلسل؟ هيخل بالعمل الفني؟ طب هو يتحذف، ما هو يتحذف لما يبقى في حاجه غلط. امال احنا بنتكلم من فراغ. ما هو مش انجيل يا استاذ كرم، ما هوش انجيل يا سيدي. ولو مش انجيل في شبه، هو الوقت لما الشيخ ابو اسلام، على فكره احنا يعني الشيخ ابو اسلام كانت الحلقه عندنا هنا وانطلق منها النقاش حوالين هذه القضيه، وكنا واجهناه بهذه القضيه. لما حد بيعمل كده ما هتلاقي المجتمع كله معاك، لا يقبل اي مساس بالاديان، بالاسلام او المسيحيه. فيعني انما تبقى قضيه وهميه واقول امسك انجيل وهو مش انجيل. طب خلاص لحظه واحده بس، بعد اذنك لو انت شايف ان دي قضيه وهميه من وجهه نظر حضرتك، المذبحه بتاعت المنيا اللي حرض عليها الشيخ عبد الجليل تحريض علني، شوف بقى انت بتمزج قضيه حقيقيه. هو حد قال لك انها
وقضية المصريين مش قضية المسيحيين على فكرة، هي قضية المصريين جميعا. أستاذ وائل أرجوك أرجوك أرجوك، لقد هرمنا شعاراتك. احنا بدل ما رئيس الجمهورية والمجلس العسكري راح ضرب ليبيا، وده شعور جميل وشعور زي الفل، وبنشكر الرئيس عليه وبنشكر القيادة السياسية عليه، بس بدل ما نروح نضرب في ليبيا، لا احنا عايزين نمسك المجرم اللي عمل كده. طب انت انا عايز افهم ايه علاقة ده بقدم غادة عبد الرازق؟ تقدر تقول لي؟ مفيش علاقة. ايه علاقة ده برجل غادة عبد الرازق في مسلسل؟ انا بقول هات لنا يا عم الساق يا عم. انا ما قلتش ايه علاقة انت بتكلمني، انا بكلمك دلوقتي عن الشمس، فانت بتكلمني عن النيل، يعني انا ما يعني أوه. ايه العلاقة بين القضية هنا وهنا؟ انا ما قلتش لحضرتك ان في علاقة، انت شايف ان ده مش انجيل، وانت شايف ان ده مش كتاب مقدس. طيب. وانت شايف ان دي مش قضية. استاذ ايمن عطية تعليقك بس، اخد منك تعليق اخير، صوتك كان بيقطع، اتفضل. لا هو قطعا هو ده مش انجيل، وقطعا القضية وهمية جدا جدا، وما يصحش ان احنا نتكلم وعن انجيلنا الامر. انت في مترو الانفاق ولا فين يا استاذ ايمن؟ اطلع سمعني. طب بسرعة. بقول لك ان احنا ما ينفعش. لا الصوت عندك فيه مشكلة. بشكرك استاذ كرم غبريال، بشكرك يا جماعه. يعني احيانا عندنا قضايا حقيقيه، هي قضايا كل المصريين، هي على فكره مش قضايا المسيحيين، ولا ما عندناش قضايا مسيحيين وقضايا مسلمين، يعني الوطن كله بيدفع الثمن وبيدفع لما تكون في قضيه حقيقيه. انما ايه علاقه ده بساق غادة عبد الرازق؟ ملوش علاقه. ايه علاقه ده بكتاب عن الكمبيوتر؟ يعني ملوش اي علاقه خالص. يعني ايه علاقه ده ايه علاقه ده بمسلسل ارض جو؟ مفيش. لكن هل البعض عاوز يعني يثير حساسيته وينطلق من ده يعني بجملة ما يتعرض له الأقباط؟ نعم، ما احنا بنتكلم عن ثقافة شعبية، بنتكلم عن مناهج تعليمية، وبنتكلم عن مشاكل بناء وترميم الكذا، كلنا نتكلم فيه، بس نتكلم فيه في سياقه الحقيقي، يعني ان تكون في قضية حقيقية. انما ما اخدش مشهد في مسلسل الحقه ده الانجيل. طب يا عم مش الانجيل. لا اشمعنى جاب بايبل تحديدا؟ يعني يا سيدي المصطلح في عمومه يعني برمجة كمبيوتر، يعني ملوش علاقة خالص بالانجيل، لكن مفيش فايدة.